اوكي، الناس دونالد ترامب، انا عاده بنكون معلش على الهوم، اوكي، drawings modify draw modify annotation layer block properties etc. لو فرضنا مثلا انا بالنسبه لي ال names والtext in general انا هكتبه باللون الاخضر، ممكن I want I can create a new layer new layer text اسميه مثلا واللون اعمله مثلا باللون الاخضر ستاندرد، اوكي هذا اخليه زي ما هو ماشي. I want to write my name، ممكن استعمل مباشره الباتن هنا او اكتب ام تكست اللي هي قلت لها ان تكست، ممكن هنا اكتب ام تي بتظهر معك اول شيء ام تكست. You specify the first corner by the way if you don't deactivate this show snapping reference line وسنابينج مود، ممكن تعمل لك سنابينج على شيء انا ما احبه يعمل سنابينج. والشيء الثاني في الانوتيشن احب اختار نوعيه ال التكست والاحجام وكده، الافضل هنا حتى تكون صغيره اخذ 0.2 واخذ نوعيه التكست هنا في ستاندرد ويت 0.2 هنا ستاندرد مانج تكست ستايلز، ممكن اختار نوعيه الفونت فور اكزامبل تايمز نيو رومان اوكي تكست ستايل تكست هايت 0.2 مره واحده نرتاح اوكي كلوز. فاذا اخذت ام تكست تضبط معي اوكي. في ملاحظه ثانيه، انا اريد ان اكون في التكست في الجرين، اعمل ام تكست اوكي اكتب اسمه فريد رحيمي، هذا اسمي. I can copy أو move، أستعمل move مثلا، أحرك اسمي مثلا هنا، copy for example هنا مثلا okay. مثلا هنا I can edit أفسخ كل هذا GE 101 جروب أوبس، ممكن أسحب من هنا جروب 5 أوكي. I want to write also my ID copy، لكن ممكن أعمل يعني من أول جديد بس أنا just like this edit دبل كليك والاي دي 2 وحط الاي دي 5 ما ادري مثلا 55 41 65 اي دي ستودنت يعني هذا مثلا من الاشياء اللي ممكن احنا نستعملها. بالطبع في البراكتس it is better can draw line for example with a certain orthogonality activate the orthogonality اوكي واحاول اسحب اي موف ذس اوبجكت بحيث انه اعمل سنابينج اوكي اسيلكت الاوبجكت بحيث انه لما تيجي هنا مثلا ممكن تخلص من هذه I move all this من فوق هنا أو على جنب، ممكن أتخلص من الأورتوجوناليتي أحطهم كلهم هكذا وسنابينج أيضا أحطهم كلهم في هذا المستوى
اوكي مثلا I save بعدين I can print again أو I publish plot أنا تركت الديفولت زي ما اشتغلنا آخر مرة execute etc so far I want to override this save plot okay يمكن يكون مفتوح هنا جاي لأنه مفتوح I can't override. Now I can override. Okay, I'll try this one. أسجل فوق. خلاص صار معي الرسم النهائي يعني. Okay. طبعا إحنا ممكن نعمل أشياء أكثر جمالية أكثر دقة يعني بحط تيمبليت من البداية وهذه التيمبليت أستعملها كل مرة etc. Okay. تحياتي لكم وgood luck.